قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا محمد نادي أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية السلام بمركز بني مزار خلال يومي 28 و29 من يوليو الجاري، وذلك تحت رعاية إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين. وقد أسفرت هذه الحملة عن توقيع الكشف الطبي على 1766 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم بالمجان.